الخروج لسوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة حلم يراود العديد من الخريجين والشباب العرب بعد ارتفاع نسب البطالة إلى مستويات كبيرة، وهو ما دفع بالخبراء إلى ضرورة الوقوف على أهم المسببات والحلول في الندوة الإقليمية لتطوير التدريب المهني والتي عقدت في الأردن. المتدربون يرون أن هناك فوائد عديدة، من أهمها تأهيلهم الوظيفي الصحيح لسوق العمل. بستفيد من التدريب شغلات كتير، إنه خبرة هنا نظري وعملي قبل ما نطلع السوق برا نشوف السوق الخارجي، إنه بنستفيد هون خبرة من الأكاديمية. من جانبهم يؤكد أصحاب الورش ضرورة تضافر الجهود بين المنظمات المختصة من أجل نجاح برامج التدريب واستفادة الشباب وأصحاب الأعمال منها. بتكاتف جهود جميع المنظمات والجهات والمؤسسات اللي بتحاول تدعم التعليم والتدريب المهني، إنه الجميع يصير تنسيق بينهم على أساس إنه ما يصير تناقضات وتعارضات في التدريب. إنه شيء ضروري للغاية أن نحدد ماذا نريد بالضبط من أجل توظيف الشباب في المكان الصحيح، وهو شيء يعود بالفائدة على الطرفين. فالشركة يمكنها الاستفادة من هؤلاء الشباب الذين تم تدريبهم، والشباب يمكنهم الحصول على وظيفة مناسبة. الحاجة إلى وجود تبادل للمعلومات بين اتحادات العمال والشركات حقيقة هامة أكدت عليها هذه الندوة، على أمل توفير فرص عمل جيدة لهؤلاء الشباب من جهة، ومواجهة شبح البطالة الذي يهددهم من جهة أخرى.